شوف، انت بتكتب اسم الشخص يلي بتحبه هون، شايف؟ وبتكتب اسمك هون، بعدين بتحسب الأيام وتاريخ ميلادك وتاريخ ميلاده كمان، يعني بتعمل مثل ما عم قلك، وبعدين بتعمل الفحص لتشوف قديش بيحبك، وهيك رح تطلع النتيجة والتوافق بيناتكم بدرجة مئوية بالضبط. وليش كتبتي اسم بنت يابانية قدام اسم الأستاذ سمير؟ شو فاولي؟ ايه؟ هذا اسمي أنا. اسمي؟ مكتوب غلط؟ لا صح، شوفه، لأن وقت اكتب اسمي هيك تطلع لي النتيجة النهائية 86% درجة حب الأستاذ سمير لإلي، أما غير هيك ما بتطلع فوق 36، يعني معجب فيني بس. طيب، أي ما بعرف شي عن يلي عم بتقولي يا شيفال. ايه شبك؟ شو بحياتك ما رحت على الجامعة يعني؟ شكلي رحت على الجامعة الغلط، ما درسونا هالشغلات بهارفورد. آه؟ هاد صعب علي إنه أفهمه، ما أنا واضح. إيه صعب عليك كتير ياش، يعني أنت إذا ما بتعرف هالشغلات الأساسية كيف رح تعيش هيك؟ هي ثقافة عامة، لازم تتعلم تعمل هاي الاختبارات. مو مشكلة، خلينا نحسب لك نسبة حبك. لا لا خلاص انسي، خلينا نرجع للشغل، إذا شافنا الأستاذ غارتوندي رح يعصب منا. أساساً غارتوندي مو شاطر غير بالحكي وبس، تجاهلوا ياش. يلا طيب اللي هلا شو اسم حبيبتك؟ يلا. أنا ما عندي حبيبة شيفالي. شو؟ ولا وحدة. يعني أنت ما بتحب حدا؟ كيف قدران تعيش هيك؟ طيب اسم حبيبتك القديمة؟ ما في حدا. طيب أي رفيقة؟ رفيقتي قصدي مها بليشور. ياش ما بدي اسم محل، أنا بدي اسم بنت. إيه اسم رفيقتك؟ إيه هذا اسمه، لأنه طيب اكتبي جوشي. يعني جوشي بتحب ياش؟ لا 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 آسف، بس هو ما في حدا يعني شيفالي، اكتبي اسمك. ياش خطرت لي فكرة حلوة، لقيتها نيها. ايه لا شيفالي. ياش بحب نيها، هيك احسن شي. شيفالي شو عم تعملي؟ لا تحكي. لا لا خليني ورجيك شيفالي. اذا بنحسب الحب بينك وبينها شيفالي لو سمحتي بيطلع معنا شيفالي. النسبة انت هي ركز بشغلك. النسبة المئوية شوف لقلك، يعني هلأ هون منحط كمان أرقام تاريخ ميلادها وتاريخ ميلادك كمان، شوف لقلك هالشغلة ما بعلمها لحدا، منحط هون واحد ومنحذف. ركز كتير منيح اللي عم بعمله.